الام ما كيبغي يهرب من دوزه والو كيغلط عليكم انتم فهموا باقي حبوني مشيه الان عرفتي محمد ساتش كيديروا لي شهر كيضربوا عليهم شهر. السلام عليكم متابعينا قناه 36 من بالقصيري البيطات البيطات جوج كيناجدوا الناس وكيحتجوا على اساس الساكنه كيخدموا في واحد الفرينه وتوفى لهم واحد الانسان بدون وثائق وكما تشاهدون. نعم لالا نعم لالا بدون وثائق بدون ثمن اجتماعي بدون خلصه رسميه يخدم 15 يوم كيعطي 20 ديال الياجور ما كايناش المهنه نيشان. هي الام الام ديالو الام ديالو هضري شنو كتقولي لها؟ راه 5 سنين وخدام معاه 6 سنين نعم وما كيعطيه حتى حاجه ما كيقلب عليه ما كيدير فيه حاجه ما عندي اول اللي كيعمل خدام عليه يا حبيبي الدار عندي شوف حاجه نشوفها 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 الدار فيها نشوفها ان شاء الله بحول الله. شنو كطالبوا دابا شنو كطالبوا؟ حقوق ديال ولدي حقوق ديال ولدي عطيه له ما يضيعش ولدي. فاش كان خدام هو؟ خدام في الفرينه ديال ياجور في الشركه ديالو واه وليدي ملي مات ما قدم عليه مازال عندنا لا طبيب ما قدم عليه ما دار له حتى حاجه مره ما قدمش عليه دابا ما لحقش عنده مره ما عرفوا لا حسن ولا حتى حاجه ما لحقش عنده مره وليدي حبيبي شواني فيه وليدي حبيبي ما تبعوش ما تبعوش حقش يعني وحاسب وحاسب ذلك حبيبي وحاسب ذلك وحاسب ذلك احنا كنطلبوا من زياره جلاله الملك كنطلبوا من سيدنا انه يزورنا ويشوف المعاناه اللي كنعيشوا فيها احنا محقورين هنايا وتنعانيو السيد داك الشاب عنده ولد واحد هو اللي تيخدم عليها هو اللي كيديها الطبيب هو اللي كيجيبها هو اللي خدام عليها الاسره وهذاك الشاب توفى وهاد الناس هادو عندهم الفلوس عندهم النفوذ انهم ما جاوش عقلوا عليهم كاع مره حتى العزاء حتى العزاء بحال مات الدبانه بحال مات الدبانه بحال مات الدبانه حنا كنطلبوا من السلطات انها تقف مع هاد الناس هادو هاد الناس هذا الدري اللي مشى اخونا والله العظيم الا اخونا بالله بقى فينا حنا بسطنا الاخبار حنا تنعانيو والله العظيم ما تنعانيو قسما بالله العظيم تنعانيو والله ما هذا منكر كنطلبوا من سيدنا يجي يزورنا ما لا اله الا الله حاتم واحد الحاله واحد الحاله يرتلها وانا سوالي في ولدي يا حبيبي وانا خدام عليا يا حبيبي وانا مشيت وانا قاعده مرة دابا الله كريم عاوديني حبيبي و 12 ديال النهار 12 عيط واحد من الشباب ديال عيط الخوف قالوا جيب لي البطاقه الوطنيه ديالو باش ندفعوا لاسولانس واش ولا واحد حشاره مديره واش مشي مواطن في هاد البلاد هادو واش ما عندوش حق انه ياخذ حقه عاش الملك عاش السيدي عاش جلاله الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك كانوا قاضية كانوا غادي دمصامة بعدياتهم شنو قالوا الدراري تما كانت اللي خدام معاه قال ما تبعوا شي واحد وهو الدري عاب بوحديته والسعاد ما قالهم تيقلبوا عليه تلقاو عاد الفرده ديالهم لقاو في ياسين مطمور مطمور في الحفره الله ما ينادى منكر وهدروا على الواجب بحال ما كنطلبوش منهم شي حاجه على الواجب والسعاد ما السعاد ما قالوش السيده هذه السيده هذه سير عندها ولد خدام في الماكينات سنوات هو خدام وكيعاني في الماكينات السيده هذه هي عندها ولد سنوات وخدام في الماكينات ملي كانوا يعيطوا الجندار يجيو ما بقى حتى واحد يعيط لهم عاولاد تدخلوا عاولاد تدخلوا اللي كاين اللي قسم الله نعطيه لك والدنيا هانيه ولا تبعتو المخزن راه ما عندي والو تهديدات كيتبعت عليا عاد بعت على عدلي قال لي راه ما عنديش حتى شي حاجه حرام عليك اللي بغيتي انا نعطيها لك
وباغي تماس القضيه وشاف لي درويشه. واه حبيبي يا حبيبي انا براسي ولدي هو اللي خدام عليا، با داير الحديد ها هما كلشي عارفين، وضايعين ولادنا بزاف ضايعين، الحقوق ديالهم ما كايناش كاع مره. وانا ما نكذبش عليك، انا خطاوي ولادي راه بحال بحال يهزني الماء، ما نكذبش عليك، ولكن ولادي ضايعين بزاف ضايعين بزاف، با داير الحديد في رجلو، السلوكه خارجه من رجلو، السلوكه وباقا كيمشي القنيط راه كيمشي كلشي، شوف واحد بغى يشوفيه ويحيدوا له من رجلو كاع مره، هضره مع شحال من عام راه شي سنين وسبع سنين هي في رجلو، والدراري هما اللي خدام عليه، ولكن راه ضايعين ولاد هنا بزاف ضايعين. شنو كطالبوا دابا؟ بزاف، شنو كطالبوا حقوق ديال ولادنا، ولادنا ما بغيناهمش يضيعوا، بغينا الحقوق ديالهم، شي حقوق ولادنا بغيناهم، ما بغيناش ولادنا يضيعوا، ما بغيناهمش يدوروا يتشمدروا ولا يتعلموا شي حاجه. واللي مات راه حيناهم، باقي الحق ديال ولادنا بغيناهم. ما كيتبعوش الحق كاع مره، ما كيتبعوش الحق. شي دبانه وطاحت كي صوتوا بحال كاكينه. البركة في راسكم كما تتبعوا متابعين قناة 36. أولا أنا بعدا كنشكروا قناة الواجهة أن لبستنا الصدر 36 وكنا بالولاد. نعم كاين قناة الواجهة وقناة 36. أولا كنشكروا قناة 36 اللي فتحت لنا الصدر ديالها وجات لعندنا وشوف المعاناة ديالنا ديال هاد الناس هادو. من البارح حنا كنجيو كنشكركم بزاف، كنشكروكم وكنشكركم أنكم القناة الوحيدة اللي جيتوا عندنا وساندتونا وشوفوا المعاناة ديال السيدة هاد الناس هادو. أخويا حنا كنطالبوا منك أنكم تدخلوا للمحل ديال الدار ديالهم وشوفوا المعاناة اللي عايشين حالتهم. زيد أخويا شوف زيد. كما كتشاهدوا المتتبعين قناة 36 بعد معاناة الأسر ديال المتوفي من مدينة بن قصيري